بالنسبة على فكرة لإبراهيم أنداي، الرابع التوالي، الرابع التوالي. بالنسبة على فكرة إبراهيم أنداي يا جماعة، إبراهيم أنداي عنده إصابة بس في، هيرجع الماتش الجاي يا خالد. لا لا لا، عنده إصابة في العضلة الخلفية. الإصابة دي هي إصابة رخمة، الدكتور محمد أسامة مش عايز تدخل جراحي فيها، فممكن يرجع بالتئام القطع اللي كان موجود في العضلة الخلفية، في قطع بسيط مش قطع كامل، فالقطع ده لازم يلتئم. بس المعلومات اللي وصلت لنا بتقول انه فترة العلاج اللي قضاها وحالة الاستشفاء انه ممكن يكون جاهز على الماتش بص، اللي جاي. هو عشان تبقى حضرتك فاهم، ابراهيم الضاي ممكن يلعب بكره تمام، بالظبط. بس ممكن الاصابه تروح راجعه له. لا مش عايزين كده. بالظبط كده. فالدكتور محمد اسامه مش عايز ينزله لان الاصابه بيقال انها التئمت بنسبه دلوقتي 75%. الدكتور محمد أسامة دقيق في عمله جدا، بالظبط. شاطر جدا، ليه بقى؟ من افضل الاطباء الموجودين مع الفرق في مصر. بدون ذكر اسماء، في لعيب ممكن يجي له ايه؟ مشكله في العضله الخلفيه، يروح راجع فيلعب ماتشين ثلاثه، يروح متعور تاني يرجع يلعب، يبقى كده يروح متعور تالت يرجع يلعب. فلو انت استعجلت على اللاعب وهو عنده لم تلتئم بشكل كامل، يعني فاهم قصدي، الاصابه هترجع لك وممكن تبقى مزمنه. لو انت راجع مش كامل الشفاء، للشفاء. وبعد كده ترجع تلعب وتتعور فيها تاني وترجع تلعب وتتعور فيها تاني، هتبقى الموضوع مزمن عندك. والدليل على كلامك يا كابتن خالد اللي حصل مع سايس مدافع المغرب في كأس العالم، أصيب وكان المفترض ان هو يستريح وما يلعبش خالص، لكن مشكلة الدفاع خلت وليد الركراكي يعتمد عليه فما كملش 10 دقايق وخرج. صحيح ماشي. صحيح. بس في حاجة عاوز اتكلم فيها خالد اتفضل. سريعا، العدالة تساوي متعة كرة القدم، والمضللون دايما بيقولوا لنا اصل اخطاء الحكام جزء من متعه كره القدم. تمام. انتوا لا تقولوا الحقيقه، انتوا بتضللوا الناس بدليل ان العداله لما توفرت في نهائي كاس العالم بين الارجنتين وفرنسا على العداله، وهذا الحكم ادار نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك صحيح، وكسب الزمالك ده الناس الكاس كانت بتقول ب 2-1. عليه حكم سكت ذهب. لما عندما وفر العداله هذا النهائي هو افضل مباراه نهائيه في تاريخ كاس العالم، في المتعة والإثارة والمباراة رايحة جاية، عشان الحكم وفر العدالة في الملعب. فالمطلوب إن أنا شايف حكام في اتجاه آخر، يعني أنت بتلاقي الحكم بيحب النادي الأهلي أكتر ما بيحبه الكابتن صالح سليم مثلا. ماشي. لما حكم يحط لي صورة نجوم النادي الأهلي على صفحته وبيشجع النادي الأهلي وروح يحكم ماتش النادي الأهلي، أتوقع منه إيه؟ ده في حكام يعني أمر الدولة حسب ضربة جزاء وهمية، طارق مجدي لازم يتحقق معاه ولازم يتوقف ولازم يتعاقب على اللي حصل النهارده. امين عمر انت شفت في احد الماتشات عمل ايه عشان يجامل النادي الاهلي عشان ما يطلعش متعادل. ما ينفعش، عايز لازم اقول لك حاجه، نوفر العداله في الدوري المصري.